مشاهدينا اهلا بكم. يبدو كده انه كاس العالم ومعركه كاس العالم بدات مبكرا جدا جدا. اتقدمت تشيلي وبيرو باستئناف للمحكمه الرياضيه الدوليه ضد قرار الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بمشاركه الاكوادور في كاس العالم 2022 في قطر. رفضت لجنه الاستئناف في فيفا الطعن اللي اتقدم من الاتحاد التشيلي والاتحاد البيروفي ضد منتخب الاكوادور وبشأن عدم أهلية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو بالتالي يشارك منتخب الإكوادور في كأس العالم بشكل طبيعي، إذ سيخوض المباراة الافتتاحية ضد منتخب قطر المستضيف يوم 20 نوفمبر المقبل. ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى رفقة السنغال وهولندا وقطر، وبحسب التقارير هيصدر قرار بحلول 10 نوفمبر القادم، أي قبل 10 أيام فقط من مشاركة الإكوادور في كاس العالم 2022. طيب مين هو كاستيلو؟ كاستيلو ظهير ايمن نادي برشلونة الاكوادوري، وشارك كاستيلو في 8 مباريات مع منتخب الاكوادور خلال تصفيات كاس العالم، واحتلت الاكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر الى مونديال قطر، بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي اللي أقيل بعدها. لكن حال خصم النقاط المباريات اللي شاركت فيها الإكوادور واللي شارك فيها اللاعب كاستيلو، هتحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وهتقفز لاحتلال مركز مؤهل للمونديال. كاستيلو شارك ذهابا وإيابا أمام منتخب تشيلي، المباراتين خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة. طيب خلونا نعرف إيه اللي حصل. الاتحاد التشيلي لكرة القدم طالب بتأهله بدل من منتخب الإكوادور بسبب إشراك لاعب المنتخب الإكوادوري بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية. وكشفت صحيفة ماركا الأسبانية عن وثيقتين بيعتمد عليهم الاتحاد التشيلي في دعواه. الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص باللاعب كاستيو، وتظهر شهادة ميلاد اللاعب انه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 96 في ابريشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية. اما الوثيقة الثانية فهي تخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية وتؤكد انتسابه الى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو. وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أصدرت قراراً في يونيو الماضي برفض شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية اللاعب ديفيد بيرون كاستيو، وبناءً عليه طلبوا أنهم يتأهلوا لكاس العالم بدلاً من الإكوادور. وفي الأيام الأخيرة كشفت صحيفة ديلي ميل تفاصيل جديدة في القضية، والتفاصيل بتخص تحقيقات اللاعب عن تزوير أوراقه من أجل اللعب في منتخب الإكوادور بعد الانتقال من كولومبيا بعد أن شارك معه في 8 مباريات تأهيلية في تصفيات كأس العالم 22. طبعا بعد جلسة الاستماع والنظر في الوثائق المقدمة، أكدت لجنة الاستئناف دعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة والمقدمة ضد الاتحاد الإكوادوري، واعتبار اللاعب حاملا للجنسية الإكوادورية الدائمة وفقا للفقرة الأولى من المادة 5 للوائح الحاكمة لتطبيق النظام الأساسي في الفيفا. وقد تم اليوم تبليغ الأطراف المعنية جميعا بالحكم اللي أصدرته لجنة الاستئناف وإعلامهم بإمكانية الطعن فيه مرة أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضي. دي قضية مصارعة حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم وتخص منتخبين كبار جدا في أمريكا اللاتينية، منتخب الإكوادور اللي تأهل خلاص لكأس العالم وهيلعب في المجموعة الأولى، بل وهيلعب مباراة افتتاح كمان أمام المنتخب القطري، وكمان المنتخب المتضرر هو المنتخب التشيلي، ومعاه كمان المنتخب البيروفي المتضرر أيضا من عدم الذهاب إلى المونديال. يا ترى هترسى على إيه القضية، ويا ترى هترسى على إيه الاستئناف أو الطعن المقدم من الاتحادات التشيلي والبيروفي على حد سواء؟ هنشوف الموضوع هيرسى على فين، خصوصا انه خلاص متبقي اقل من شهرين على نهائيات كاس العالم، وكمان اذا صدر حكم في القضية هتكون مشكلة كبيرة جدا للمنتخبات المتصارعة في الاطراف او الاطراف المنتخبات المتصارعة في القضية بتاعة الظهير الايمن لمنتخب الاكوادور. كاس العالم يبدو انه بدأ بدري وبدأ ايضا على صفيح ساخن. خلونا الايام اللي نشوف الايام اللي جاية هترسى على ايه، وخلونا نشوف الايام اللي جاية
هتعمل ايه مع المنتخب واللاعب والقضية الشهيرة التي تهز اركان امريكا اللاتينية واركان الاتحاد الدولي لكرة القدم. كنت معاكم محمد ابراهيم في 24 ساعة رياضة، فيديو جديد عن كاس العالم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى، الى اللقاء.